مشاهدينا مساء الخير، نحييكم من جديد. السيدة التي تبرعت ب5 مليون جنيه لمستشفى الدكتور مجدي يعقوب. القضية ليست فقط في التبرع بمبلغ كبير لعمل إنساني وخيري، لكن كمان لأنها رفعت شعار مفيش حد يستحق أنه يورثني، لا أحد يستحق أن يرثني. بالتأكيد هنا القضية فيها جوانب إنسانية مع الجانب طبعا المتعلق بالعمل الوطني والإنساني والخيري اللي هنركز فيه على كل هذه الجوانب. مدام رجاء، أهلا بيكي. أهلا يا فندم. أهلا بيكي. وعايز أقول لك أن المدخل كان للاحتفاء بيكي هو أنك يعني ثروتك كلها يعني 5 مليون جنيه، تقولي انا هديها لمستشفى الدكتور مجدي يعقوب او هديها لعمل الخير يعني. لا، للاطفال اللي اتحرمت منهم. الاطفال اللي اتحرمت منهم. لعلاج الاطفال في امراض القلب المختلفه. الخمسة مليون جنيه بالفعل انت تبرعتي، هي عباره عن شقه في شارع جامع الدول العربيه، شهادات استثمار، ولسه في صيغه كمان هتبرع بيها. تاني في فلوس تاني. ده غير الخمسة مليون يعني. باذن الله. طيب. طبعا يعني من الواضح ان عندك مدخل انساني، بمعنى انه اي حد عنده ثروه بيقول حتى ممكن هتبرع في عمل الخير، لكن كمان في اللي يورثني يعني. ايه اللي خلاكي يعني في جانب طبعا احنا هنسلط عليه الضوء واحنا بنتكلم، وهو انت بتقول اهو لان انا اتحرمت من الاطفال فقلت اوجه لك، لكن في جانب تاني، هل ممكن توصلي الى هذه الحاله انك ما يكونش في حد بالفعل يستحق انه يورثك؟ هقول لحضرتك، انا كنت متجوزه دكتور. الدكتور ده اخصائي امراض، انا لولا اتجوزت ما خلفتش. وبعدين سافرت انجلترا، عملت 3 عمليات والورق معايا. الدكاتره ادوني في انجلترا 50 يعني 50%. 50% احتمال تخلفي؟ بس الاحتمال لا، ما خلفش. اللي عندي كان احتمال ما خلفش. لان الانابيب مقفوله عندي، وعملوا فيها عمليات وعملوا حاجات كتير ما نفعتش، كلها حصل سقط تاني. فرجعت من انجلترا، اعلنوا عن دكتور اسمه جلواكي جاي في احد المستشفيات الكبيره في مصر. فكلمت رئيس القسم النساء في المستشفى دي الله يرحمه، قال لي مراته قالت لي الدار هيكلمك في البيت. كلمني في البيت، قال لي هاتي ورقك وتعالي بكره. رحت المستشفى ديت، مستشفى كبيره بتعالج الموظفين بتوعها، لكن ممكن تاخد مدنيين. رحت فيها، شافني الدكتور الامريكاني يمكن دون عن الحالات كلها، لان كان ورقي كله من انجلترا. فكشف عليا واداني 50-50 برضه. خرجت من المستشفى، خرج ورايا واحد لحقني على الكوبري على الكورنيش، كان كنت راكب عربيتي وهو راكب عربيته. يا مدام عايز نمرتك. انا شايفاه جوه في المستشفى في اللجنه. طبيب في المستشفى. قلت له نمرتي 707-143، كنت ساكنه في المهندسين برضه. فبالليل كلمني قال لي انت كنت صغيره وعندي الحمد لله مستوره. قال لي ليه يا مدام انت ما بتتجوزيش؟ كنت صغيره. في اوائل الثلاثينات. اوائل. احنا عندنا مجموعه صور ليكي حتى لو نشوفها على الشاشه في المرحله. وبعدين دي. حضرتك. قلت له انا ما اقدرش اتجوز واتطلق تاني. انا عايزه اشوف هخلف ولا لا، اقابل الدكتور الامريكاني، الامل كان موجود. لو هخلف هتجوز واحد ما اتجوزش قبل كده. يعني انا بيتقدم لي ناس فعلا ما اتجوزوش قبل كده. قال لي طب بقول لك يا مدام، انا هجيب الدكتور هاخدك في الهيلتون تقابل الدكتور الامريكاني، فعايز اجي لكم البيت. قلت له اتفضل، اديته العنوان. جه البيت، قعد وشاف بيتنا وكده ونزل، وقال انا واحد اتصل بيا وديني الدكتور الامريكاني في الهيلتون. بعد ما نزل كلمني الساعه 11 بالليل، قال انا عندي عريس ليكي، مراته متوفيه ومعاه 3 اطفال. قلت له بيشتغل ايه؟ قال لي زميلي دكتور. انا بتريقت البنات الصغيره، قلت له ما عنديش مانع اشوف عياله، لو حبيته ما اتجوزه. قال لي اوكي، يوم الخميس هجيب الدكتور واجيلك. يوم الخميس اقسم بالله العظيم جاي ومعاه 3 اطفال، بنت 6 سنين،
الولد 8 سنين وولد حوالي 11 سنه الكبير. فانا بعمل عصير في المطبخ مع الشغاله، بقول لها ماما فين؟ قالت ماما راحت الجنه. معايا واحده صاحبتي رخنا ما بتخلفش، كانت جايبه ورقها، قالت لي هو العريس. يعني على اعتبار انه يعني مامتهم مش موجوده يبقى هو اللي تاني يوم تنطبق عليه. بعت لي البنت الصبح يوم الجمعه جايبه لي 5 جنيه في قطعه، كان الكلام ده سنه 80 حاجه رخيصه. يا طنط بابا بيقول لك وديني للكوافير وديني ليا في نادي الصيد. خدت البنت رحت وديتها للكوافير، رحت له نادي الصيد قال لي هتتغدي معانا انا والاولاد. قلت له اوكي. قعدت اتغديت معاهم وخدت عربيتي وروحت. الساعه 8 بالليل طلبني في التليفون، قال لي مدام رجاء عايز. قلت له انا جربت عربيتي مش هخرج عشان اخويا. قال لي لا انزلي عايز اتكلم معاك. قلت له اوكي انا هجيب عربيتي. نزلت قابلته قال لي تقبلي تبقى ام العيال دي؟ عملت كده وافقت. اتجوزني و15 يوم ولقيت بيتي اتملى عيال، واودي المدرسه واجيب من المدرسه، كانوا في مدرسه الحريه، وفرحانه بيهم. مشت الحياه بينا حلوه وجميله قوي سنتين. بعد سنتين والله يا استاذ وائل جه قال لي في طفل امه مش عايزاه في مستشفى البدراوي. قلت له كفايه اللي عندنا هنعمل بيه ايه؟ قال لي نكتبه اسمي واسمك يربط بيننا انا وانت والعيال، ولما نكبر العيال هيكونوا كبروا هو هيبقى معانا. قلت له طب واقول ايه لماما؟ قال لي قولي اني كنت حامل واوحي وانا معاكي. ما رضيتش، خدني ودخل اوضه النوم. مش العيال ما تسمعش حاجه، كنا قاعدين نشوف التلفزيون بعد الفطار في رمضان. يوم 28 يوم 27 6 سنه 82 كنا في رمضان. دخلت اوضه النوم والله كاد يبوس رجلي عشان اوافق. وافقت. وافقت لاني انا حبيت الولاد وهو كمان مش عايز يسيبني. ودي رغبته نفذتها له. تاني يوم ادى لابنه، وابنه ما بيكذبش ولد محترم جدا. ابنه كبير دلوقتي متجوز ومخلف. ادى ابنه روشيتا ان هو ولدني. واداله البطاقه الشخصيه بتاعته العائليه، وبعت معاه المدرسه بتاعته الصحه بتاعت المهندسين. ايدت الولد. انا ولا عاطفه بيني وبين الولد. اهو حاجه جنبي في السرير بضحك. وهو عمال يجيب له جلوكوز يديله ويغير له على السره عشان تقع بسبرتو ابيض. بعد شهر جاب بعثه لامريكا. قال لي هروح امريكا. وجاب دكتوره بتاعت اطفال مشهوره جدا تباشر الولد واحنا مسافرين. قعدنا 3 اشهر في ولايه جورجيا. رجعنا من هناك الولد كان بيقعد، ابتدى يقعد. بس ما فيش عاطفه ليا للولد، ليه عاطفه لعياله هو. مشت الحياه بينا. الولد بقى 6 سنين. وياخد الولد ويروح بيه النادي ويلعب وينزل بيه بلسين وكده. بعد كده حصل ان انا ظبطته في وضع قذر في بيتي. رميت له هدومه على السلم. الشقه كانت بتاعتي. رميت له هدومه على السلم وطلبت الطلاق. انا طلبت الطلاق، قال لي هخليك تبوس الجزمه. راح رفع عليا قضيه ان انا جبت الولد. وزورت وعملت بطاقه علاجيه وعملت كارينه وادي الوزاره الزيادية. يعني هو اللي اقام عليكي دعوه قضائيه. انا بقى علشان مظلومه. الولد انت اللي نسبتيه ليكي. انا علشان مظلومه اقتحمت هذه الوزاره ودخلت وشافوني. انا ما اعرفش ان فيها كاميرات، ما كنتش اعرف، كنت صغيره ما عنديش خبره. المهم اثبتي يعني قضيتك. اثبتت قضيتي وكسبت كل القضايا. واي صحفي اقترب من قضيتي رفع عليه قضيه. طيب يوم ما طبعا زي ما احنا متفقين ان القضيه فيها جوانب يعني شخصيه، لا بنقول اسماء ولا قعدت بالولد يهمنا بس المضمون. فده اللي وصلك؟ لا قعدت بقى اربي الولد في احسن مدارس، استشرت احد المستشارين الكبار. يعني انت ربيته أو ربيتي اولاده اولا؟ واخد ولاده. ايوه وخدتهم على الجامعه. خدهم على الجامعه البنت. يعني انت يعني ربيتي اولاده وبعد كده ربيتي الولد كمان. قعدت بالولد لوحدي، بس كنت سعيده جدا بالولد بقى لان بقينا لوحدنا. فابتدى الحب يتولد بيني وبينه، ان حسيت ان ماليش حد الا انا. فابتديت ابقى خايفه عليه من كل حاجه. دخلته مدارس خاصه. احسن مدرسين كنت بجيبهم في البيت. احسن عيشه كان عايشها. ما جابش مجموعه في الثانويه العامه رغم اللي كانوا على الترابيزه معاه. اللي دخل طب واللي دخل هندسه قال لي واحد دخل حقوق. هو جاب لي مجموعه زي الزفت. دخلت جامعه في المعادي. دخل جامعه المعادي
لو جاب تأجير كنت شغلته ببنك، للأسف ما جابش تأجير وشهادة معايا مقبول وملحق. ابتدى بقى يكبر، ابتدى يشتم. نزلت الجاري شخصية مهمة، شايفني ازاي تعبانة للولد وازاي شبابي عايشة بيه وازاي ست محترمة في العمارة. نزلت له وزير، قلت له عايز اشغل كريم عشان ميبقاش في النادي وفي الشارع. تاني يوم اتعين كريم. اتعين. تعين. في الحكومة. بقى تعيين مش عقد. تعيين رسمي. ومعاه كارنيه من حتة مهمة. وكنت سعيدة بيه وانا بستناه الظهر. طلبوه في الجيش. قدمت ان هو ابني الوحيد. قالوا لي اخين في الوزارة السيادية. عايزين ياخدوه الجيش. رحت قابلت. المهم يعني خلصت له المشكله. خلصت له المشكله ان هو بيرعيني انا مريضه وهو بيرعيني. وجبت له شهاده تاجيل، قعد يتاجل سنه 29 سنه. الولد ابتدى لما اشتغل في الحته دي فيها قهاوي حواليها. الولد خام ما خرجش، اتلم على في القهاوي، ابتدى مخدرات، ابتدى قله الادب، ابتدى شتيمه. كل ما اخطب له واحده يروحوا منجعين لي الشبكه، وفي اللي خد الشبكه وتقول لي ابنك يا مدام عايز يتربى من اول وجديد. والله بدله الفرح متعلقه في دولابي، كنت حاجزه له في نادي السيت هنا بتاع 6 اكتوبر، وكان نفسي افرح بيه واعمل له فرح حلو. للاسف بهدلني اخر تبهدل. سنه 2016 في شهر مايو، 3 مايو 4 مايو بقى ابوه توفى. قالوا لنا في في شهر 6 25/6 جاني من الشغل قال لي يا ماما، قلت له نعم، قال لي سمير رشاد مات اللي هو الزوج. قلت له امتى؟ المهم مات امتى؟ في سنه كام؟ 2016 مات في شهر مايو، بلغونا في شهر 6 وبيقولوا لي ليك فلوس في البنك روح خدها. قلت له كام؟ قال لي مش عارف. راح البنك وجه قال لي دول 12,000. قعدت اتحايل عليه وسايسه واخده بالسياسه، قال لي هم 400,000 بس لسه في شقق تمليك. طيب خد الفلوس وماشي. المحصل خد الفلوس وماشي، قبض الفلوس من البنك ما رجعش البيت وماشي. كان في رمضان، واخده الشقه الكبيره اللي في جامعه الدوله عشان اجوزه معايا. كنت بلف حوالين نفسي. رحت الاخ في اخواتي، شاف اعلام الوراثه وشاف شهاده الوفاه، بص لي كده وقال لي خلي كريم ينفعك، لان انا ما سمعتش كلام بابا وماما وانا صغيره. ما سمعتش كلامهم. طيب انت طبعا وخد الفلوس صرفها. في خلال شهرين ثلاثه صرف 400,000. راح شرم الشيخ ولم اصحابه الصيع واتصرفت من شغله. في شهر زي الايام دي شهر ابريل كده مايو اتصل بيا، يا ماما عايز اكل فراخ وملوخيه. انا بحبه، ما كنتش ما اقدرش اقول لك ما بحبوش كنت. قلت له تعالى. وعملت الفراخ في الملوخيه. اعرف واحده مطلقه مرتين بتيجي بيتي، عارفه ان هو عارفه قصتي وعارفه انه ان هو الوريث بتاعي. خدته جوزته في اسبوع. لما بتخانق وازعق امها تقول لي، اقول انت عارفه قصته ازاي من لما يجي واحد بيخطب لبنته او بنته يجي لها عريس يسال على العم والخال، ازاي انت اتقبلتي؟ تقول لي انت غيرانه عليا عايزه تتجوزي. قلت لها حسبي الله ونعم الوكيل فيك ست قله الادب. طيب المهم حصلت ده كله انت يعني بعد كل ده، بعد سنوات ربيتي فيها اطفال زوج، ابناء زوج، وربيتي فيها ابن، وصلتي الى الحاله انك تقولي ما حدش يستحق انه يورثني. يعني ولاد جوزي بسم الله ما شاء الله عيلتي منتهى الادب منتهى الاخلاق. عمري ما عيل غلط فيا، يقابلوني في النادي ياخدوني بالحضن ويبوسوني وابصهم وعلاقتي بيهم كويسه. لكن حد بيزورني او بيخبط عليا، كل واحد ملخوم في بيته واولاده. طيب وصلت للحاله دي طبعا يعني قعدت كده شيء مؤسف. شفت اعلان في التلفزيون بتاع مجدي يعقوب بتاع الاطفال بتاع القلب. اتصلت بالخط الساخن. قلت لهم انا عايز الخط الارضي. اتصلت بالخط الارضي. قلت لهم انا عايز اعمل لكم تبرع. قالوا قوي يا مدام. قلت لهم انا همشي في الاجراءات. رحت البنك الاهلي قال لي لازم تجيب لنا، ادوني جواب لمؤسسه مجدي يعقوب يقبلوا الهبه الفلوس. كلمت المؤسسه لان رجلي تعبتني من الصدمه. بعتوا لي موظف من عندهم
خد الورقه ملاها وختمها انهم يقبلوا الهبه. البنك قعد مدوخني 5 شهور يشوف الفلوس دي مصدرها ايه. جبت لهم كل المصادر راحوا موافقين واتكتبت الشهادات باسم الدكتور مجدي يعقوب. احنا عندنا صوره حتى ليكي اهو مع الدكتور مجدي يعقوب. وبعدين قلت لهم في المركز الدكتور مجدي يعقوب وانا في انجلترا 77 وانا بعمل العمليه كنت بسمع ان في دكتور مصري دكتور قلب ممتاز فيري فيري جود دكتور. فقلت لهم انا نفسي اشوف الدكتور مجدي. فبلغوه رسالتي. فالسكرتيره بتاعته كلمتني واداني ميعاد ورحت قابلته وشربت معاه قهوه. شخصيه محترمه جدا جدا جدا. وكفايه الدكتور مجدي يعقوب جاب علمه وفلوسه وجي في بلده لاطفال مصر لسعيد مصر الغلبان الفقير اللي تحت الصفر. انا رحت المركز السنه دي في الشتاء لقيت اطفال وامهات يعني تحت خط الفقر وقاعدين في مكان مكيف كل واحده شايله الطفل ولما هيجي عليها الدور بتعمل العمليه وهم لهم اجراءات بقى وكده بيقابلوا المرضى. ودخلت المركز وتصورت جوه في اوضه الاطفال وتصورت في والله انضف من مستشفيات انجلترا. ما بياخدش حق قطنا. حق الكانون بتاع الطفل دي غاليه غير الكانون بتتحط لنا احنا. ما بياخدش حق قطنا. حق دم كله على حساب وخد 30 فدان بيعمل مستشفى جديده. عشان كده انت قلتي انا اي فلوس عندي هوديها عند الدكتور مجدي يعقوب. انت حتى بتقولي اتبرعت ب 5 مليون ولسه الصيغه اللي عندي والحاجات دي في حاجات عندي لسه هتبرع بيها. هتتبرعي بيها يعني. وواصله كده يا مدام رجاء انه مفيش حد يعني مفيش حد يستاهل. هقول لحضرتك الست اللي انا شاريه شقتها دلوقتي بشارع جامعه الدول الست دي ما كانتش مخلفه. ماتت وهي سايقه عربيتها بتجيب في المخ. كانت في الثلاجه اخواتها جم كسروا الشقه عشان ياخدوا صيغتها وفلوسها اللي في الخزن. رئيس الاتحاد نزل طلب البوليس وقفلوا الشقه قال لهم لما تجيبوا اعلام وراثه. وانا في البنك بقبضتهم حق الشقه قلت لهم يعني انت بتقولي شوفي تلف يعني بيلف الزمن يعني شفتي الواحده انت اشتريتي منها الشقه وبعد ما ماتت اخواتها بيتصارعوا والله ما واحده لابسه اسود عليها البنات. انا بقى كنت قاعده اقرا قران وبعيط عليها لاني بعيط بشوف رجاء دي بشوف دي رجاء. مفيش حد يستاهل. الميت بيبقى ميت وبيتخانقوا على الميراث. انا واخواتي اتخانقنا على الميراث. يقول ده بابا كتب لي ويقول له عطوه وانا اقول له اطحن بالتزوير. علشان كده انت رفعت شعار انا فلوسي كلها هديها لعمل الخير. مفيش حد يستحقه خالص من وفي من رمضان لسه ما جاش. اسال السواق اللي جه خدني. كل الشارع نازله السياس وكل الناس لان رجليها لازم حد يشيلها. كله ربنا يديلك الصحه يا مدام رجاء. الحمد لله. يعني بص انت عندك عطاء كبير بس في نفس الوقت عندك احساس بالجحود يعني انه مفيش حد عارف لما كتب اليوم الخامس عني ولا اليوم السابع. اليوم السابع بنت اخويا جت خبطت عليا امبارح معناها يوم التخرج واخده لها انسيال دهب وجيت لها جامعه اكتوبر اديته لها في حفله التخرج. جت رنت الجرس امبارح 4 مايو كان عيد ميلادي مش جايبه لي ورده حتى. وعايزه اشكر الدكتوره علياء على بوكيه الورد الجميل بعد طولي. انا كنت ببيع عربيتي انسجي 2016 فاشترت مني العربيه وشافت لقيت دي بعيط بتقول لي يا مدام شكلك حزينه. قعدت في الصالون حكيت لها خصيصتي. امبارح الساعه 10 الصبح الدكتوره علياء داخله عليا ببوكيه ورد. فانا بشكر الدكتوره علياء. كلنا بنديكي بوكيه ورد وهتلاقي المصريين كلهم بيتفاعلوا معاك. انت ست خيره ويا ريت كل الناس في مصر يفكروا ما يفكروش يعملوا مستقبل لاولادهم. والله اولادهم ما هيفتكروهم. لا مش عايز انمي هذه القائمه. اذا احنا بنقول تعالوا نشوف الجحود الجحود بقى جامد ونعالجه لكن لا مش عايز اقول لا انت في ناس طبعا انت علشان عانيتي من ده لكن في ابناء بيشيلوا ابائهم وامهاتهم طبعا وفي اباء وامهات يموت لو في يعني ناموسه بس على ابنه يعني. انا كنت بموت يوم ما يقول لي يا راسي. حطيته في الشقه مع الشغاله ورحت مستشفى السلام في الفجر
قلت لهم عايزه دكتور اطفال، بعتولي لدكتور اطفال في شارع جزر في شارع وادي النيل، خدته نزلته من بيته كان سخن مش قادر الحراره تنزل، كتب لي ادويه، خدت عربيتي بالليل وفي عز الشتاء الف اجيب له الدواء. كنت اودي المدرسه واجيب من المدرسه، عشان كده الشخصيه الكبيره اللي جنبي في العماره شغله لي يوم اتخرج عشان شاف انا تعبت عليه قد ايه. طيب انت حاسه بكل العطاء ده وفي النهايه راح في الهوا؟ مفيش حاجه بتضيع في الهوا يا مدام، هي عند ربنا طبعا، ربنا طبعا. سبحانه وتعالى بيقف جنبي قوي. فمواخي انا مره عملنا حادثه في طريق المناشي، سبحان الله اللي ربنا نجانا من الموت فيها. العربيه كسرت مرسيدس وطلعنا منها سلام. طيب. الحمد لله. انت طبعا مفيش شك ان يعني عندك حب متدفق وعندك عطاء متدفق، لكن يعني زي ما انت عملت كده الخير، بس عندك في نفس الوقت الالم الشديد ان انت تلاقي نفسك مفيش حد في العائله توصلي الى انه حتى يستحق منك اي اهتمام. لا والله في عيلتي ناس حضرتك القرابه اللي هي مش هتستفيد مني. يعني ليه قريبي عمده راجل بيتردد عليا اسمه سيد، اللي هم مش هيستفيدوا منك يعني. هم بيزوروني وحاسين بيا وما بيكلموش اخواتي عشاني، مقاطعينهم لاني انا ما استحقش من اخواتي كده. هم دلوقتي اخواتي بقوا جدود عندهم احفاد ربنا يخليهم لهم. كل قرايبي عيلتي عيله عقرب كلها بتزورني. يعني العمده ده سيد عقرب على طول يسال عليا ويجيني، يسمعنا في المستشفى يجيني هو ومراته. حسام عقرب بيزورني. يعني قرايبي اللي مش بيستفيدوا مني. طيب انت هنا طبعا لما عملت التبرع بالمبلغ الكبير ده خلاص وصلت القناعه ان انا هدي كل اللي عندي لعمل الخير للاطفال دي الغلابه، مش هستنى ان في حد تاني من اسرتي ادي له حاجه، مفيش حد يستحق، ما يستحقش حد، واسرتي التانيه ناس مبسوطين. بتتألمي مدام رجاء كده لما بتحسي بالجحود وانت نايمه لوحدك كده؟ قوي قوي، انا بنام ودموعي بتنزل على المخده لان ما كنتش استاهل من اخواتي كده. بعدين انا 73 سنه لازم يبصوا عليا، ممكن اموت في اي لحظه في الشقه. ما حدش بيسال خالص، بالاضافه لطعنه الابن دي اللي انت ربيتي واللي انت عملتي يعني كل ده الله يكون في عونك من حجم الالم، لان اللي بيدي العطاء والحب ده والله العظيم ما كنت بستخسر في حاجه، والله العظيم احسن مدارس واحسن مدرسين، كنت واقف في المطبخ اعمل له الاكل بايدي واكلات معينه احبها اعملها له، ما بيحبش اللحمه كنت افصص اللحمه وافصصها في الرز عشان جسمه محتاج لغذاء واخبيها في الرز عشان ياكل اللحمه بالرز عشان اللحمه مغذيه عن الفراخ، مع اني بجيب فراخ بلدي. يعني الشغاله تقول لك رجاء دي بتجيب الزبده عشان كريم، انا باكل بزيت ذره عشان الكوليسترول، كان الغالي كله بجيبه له. فمع كل الحب والعطاء ده خدته امستردام، خدته عمره مرتين للاسف، والجوازات السفر معايا، وانا سايبه ابوه عمل لي المحامي وسايد خصومه وطلب استخراج جواز سفر عشان يسافر معايا، وعملت باسبور عن طريق المحكمه كنت باخده واسافر للاسف. ان شاء الله يعني تسليط الضوء عليكي لسببين، السبب الاول العمل الخير اللي انت عملتيه انك تحطي كل فلوسك وحتى بتقولي كل اللي عندي لسه الباقي من مقتنيات وعفش شيك جدا كله كله هتوجهيه كمان لعمل الخير، الشقه بعفشها لمؤسسه مجدي يعقوب. والجانب الثاني هو انه يا جماعه ما نوصلش الى هذه الحاله، ما فيش حاجه يعني اجمل من الحب والعطاء بلا مقابل. يعني الحقيقه احنا قلنا لكم قبل كده كنا عاملين حمله حتى على لعقاب حتى
عقوق الوالدين يعني والجحود مع الأب ومع الأم. يعني بنشوف نماذج توصل أم معطاءة بهذا الشكل وعندها كل هذه المشاعر وكل هذا الخير توصلها إنها تشعر بهذه الآلام. صحيح يعني هي عملت خيرا، لكن كمان البعض يقول طيب وفين الأسرة علشان ما تسيب لهمش حاجة؟ فهي بتقول ما فيش حد يستحق حاجة منهم. لا ما حدش بيخبط عليا، ما حدش بيقول لي مالك، ايه اللي بينا، هو انا وانا من اسرائيل مش اختكم؟ ايه اللي عملته فيكم؟ ايه اللي عملته غلط فيكم؟ انا بشكرك وعايزك دايما ان شاء الله في عمل الخير. كل ده علشان تبنيت الولد ده. ان شاء الله خليكي في عمل الخير. انا واثق ان اللي انت بتعمليه ده بيروح بيساعد في شفاء اطفال وربنا سبحانه وتعالى بيقف جنبي في كل حاجه. في كل موقف اتزنق فيه الاقي ربنا سبحانه وتعالى جنبي. طبعا وثق ان الخير ده هو اللي بيبقى، وثق كمان انك بتنقذي يعني اطفالا، ما يعني بسبب انه العمليات مكلفه جدا، وزي ما انت شفتي في المستشفى يعني ده نموذج. عندنا مستشفيات مبهره ومنها مستشفى الدكتور مجدي يعقوب اللي انت اتبرعت لها. الخير ده ان شاء الله هو اللي هيبقى. لو تشوف ازاي الامهات الغلابه دي قاعدين في حته مكيفه وشيك جدا ونظيفه جدا، كل واحده قاعده بابنها يا حبيبتي علشان تخش يكشفوا على الدكاتره، ومستشفى على اعلى مستوى والله، انضف من مستشفيات انجلترا. وانا جايبه لهم صور جوه المستشفى في اوضه لعب الاطفال، عامل اوضه لعب للاطفال. والطرق بتاعتها عاملها بالالوان الجميله عشان اطفال. مستشفى رائعه ويا ريتكم تصوروا فيها. ان شاء الله احنا على صله دائمه بالدكتور مجدي يعقوب، هو شخصيه نفخر ونتباهى بها، وكمان بنفخر بيكي. لا ما تتألميش من اللي حصل لك، حاولي تنسي السواد، لان الحقيقه مساحات البياض عندك اكبر. الحمد لله الحمد لله. ومساحات الخير هتزيل هذا الشعور بالألم عندك. كل الجحود اللي انت عانيتي منه، لا نامي وانت عندك شعور ان كل الأطفال اللي ساعدتيهم في العلاج هم أولادك ومعاك. كفاية دي صدقة جارية، كل أم تخش حطوا يافطة على باب الشقة، تبرع من السيدة رجاء محمد عقرب مؤسسة مجدي يعقوب لأبحاث القلب، علقوها على باب الشقة خلاص. وسجلوا الشقة عن طريق احنا عندنا صور صورة باب الشقة اتصور. وأنا سعيدة جدا، كنت فرحانة قوي يوم ما رحت المؤسسة في أسوان. أشكرك يا مدام رجاء، وإحنا سعداء بيكي. ربنا يخلي حضرتك. إن شاء الله عمل الخير، الخير هو اللي هيبقى. الجحود لو بيجيب لأصحابه يعني مش هيجيب لهم إلا الحقيقة العواقب السيئة. والله فعلا. وانت دايما هتحسي بالسعادة بسبب هذا العطاء، وهتحسي كمان ان كل مصري قاعد بيسمعك. يعني حتى في يعني ناس يعني عايزين يتداخلوا متحمسين جدا ليكي. كل مصري عنده احساس، الصغير هيحس انه ابنك، والكبير هيحس ان اخوكي. والحقيقه انت فيكي سمات المصري الحقيقي يعني، وقدمتي نموذجا نفخر ونتباهى بيه. الحمد لله. شكرا يا مدام رجاء. شكرا يا فندم. بعد الفاصل هنكمل معاكم، لكن النموذج ده يا جماعه يعني زي ما قلت لكم فيه البياض والسواد. البياض في العمل الخير اللي هي بتعمله، السواد في احساسها بالجحود من قبل اعضاء في اسرتها. يعني كمان الخير المتمثل في مساعده من يحتاجون العلاج، مساعده الاطفال اللي عندهم امراض مختلفه خاصه في القلب. هي خصصت فلوسها لمستشفى الدكتور مجدي يعقوب. هو ده اللي هيبقى. والحقيقة لا الحقد بيبقى ولا الجحود بيبقى ولا هذا الشر في الجانب الآخر هيبقى بالتأكيد. وهم بيسمعونا عندهم شعور بالألم، لكن هي عندها مهما كانت حجم الألام بداخلها، لكن الحقيقة
دعاء اللي هي ساعدتهم، وكمان تعامل المجتمع معها كعنوان للخير أكيد بيخفف ألمها وأكيد بيشعرها بالسعادة. الخير يبقى والشر يزول، الجمال والنجاح يبقيان دائما، لكن الجحود بينتهي والسواد بيتحول إلى بياض إن شاء الله. السواد عند البعض أكيد بيؤلمهم إنهم يسمعوا هذه القصة. أتمنى إنه كل ابن لما يسمع ده أو كل عائلة تتحمس جدا إنه يا جماعة تعالوا نشوف إزاي نساعد بعضنا البعض، وما نسيبش أم بهذه الشكل توصل لي هذه الحالة يعني من الإحساس بالألم الشديد. لكن كمان أنا واثق إن العطاء والخير يجلب لها السعادة والصحة إن شاء الله والسلام. بعد الفاصل هنكمل معكم.